نروح لزميلنا امير هشام من ملعب مباراه عشان ينقل لنا الصوره كامله بعد مراسم التتويج. مساء الخير يا امير. مساء النور عليك يا كابتن ايمن، بجد تحيه بيك وكل ضيوفك وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني اجواء احتفاليه كبيره جدا بعد انتهاء البطوله، لكن خليني بالتحديد اكلمك عن جمهور النادي الاهلي اللي فضل طبعا متواجد اثناء مباراه النهائي ما بين تيجرس وبايرن ميونخ، و كانوا على مدار المباراة بتاعت البايرن بيهتفوا هتافات النادي الأهلي، كل هتافات النادي الأهلي كانوا عمالين بيهتفوها، كانوا بيشجعوا كمان لاعبي النادي الأهلي واحد واحد وهم قاعدين في الدرجات بجوار البعثة ونادوا على اسمه وحيوه بشكل كبير جدا. كل أسماء اللاعبين اللي كانوا موجودين سواء لاعبين أو جهاز فني أو إداري طبعا هتفوا ليهم بشكل كبير جدا، وبرضه في أثناء يعني تسليم الجوائز وتسلم الاهلي طبعا الميداليه البرونزيه في تحيه كبيره ومؤازره كبيره جدا من جمهور النادي الاهلي اللي فخورين قوي بناديهم. والجميل دايما في جمهور الاهلي ان هو طماع، ودي سمه اساسيه وثقافه اساسيه عند كل الاهلاويه في الحقيقه. هم على مدار المباراه كانوا بيهتفوا للاعيبه النادي الاهلي بيقولوا لهم افريقيا يا اهلي والعشره يا اهلي. يعني شوف احنا لسه واخدين الميداليه البرونزيه اهو دلوقتي، الناس بتهتف للاعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، احنا عايزين العشره بطوله دوري ابطال افريقيا ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين فيها. هتف كمان السوبر يا اهلي طبعا في اشاره للسوبر المصري او السوبر الافريقي. طموح جمهور النادي الاهلي دايما بلا حدود، وعندهم احلام كبيره جدا نفسهم يحققوها وما بيكتفوش بالبطولات، ودي حاجه في الحقيقه جميله جدا، وده اللي بيميز دايما النادي الاهلي وجمهوره عن اي نادي ثاني، فشيء اكثر من رائع. كان الجميل من هتافات جمهور النادي الاهلي ان هم فخورين بناديهم وفخورين بلاعبتهم وجهازهم الفني، ويعني ادوهم دفعه معنويه كبيره جدا قبل كل التحديات المقبله، لان هم مدركين جدا الاهلي حقق ميداليه برونزيه، لكن مدركين جدا ان الاهلي عنده تحديات صعبه جدا سواء على المستوى الافريقي او المستوى المحلي، فدايما جمهور النادي الاهلي هو السند وهو الظهر لفريقه، وبيثبتوا كده يوم بعد يوم وطول بعد طول. هو احنا عارفين ان الجمهور الاهلي كان مدي مذاق خاص للبطوله نفسها، احنا كنا عارفين طبعا برضو ان تقريبا 30% من سعه المدرجات بيبقى فيها الجماهير، كم في الميه تقريبا كان جمهور النادي الاهلي؟ 28%. يا راجل. لا طبعا، يعني عايز اقول لك يا كابتن اكيد انت اتفرجت على الفرافت في التلفزيون، لو الكاميرا جابت المدرجات ما فيهاش غير الاهلاويه، النهارده ما كانش فيه غير عدد قليل من جماهير تجرس المكسيكي بس، وكانوا موجودين اثناء المباراه بتاعت النهائي. يعني جمهور النادي الاهلي هو اللي كان مالي المدرجات بدون مبالغه، يعني انا مش ببالغ، الناس تراجع اللقطات بتاعت المباريات وتشوف. لولا تواجد جمهور النادي الاهلي ولولا تواجد النادي الاهلي في البطوله دي ما كانتش هتنجح جماهيريا بالشكل اللي هي نجحت عليه. صحيح. بسبب تواجد جمهور النادي الاهلي وبسبب تواجد الفريق في الحقيقه، وده كلام بدون مبالغه، ده فعلا حقيقي، يعني لان فعلا كل جماهير النادي الاهلي هي اللي كانت متواجده في المدرجات، والاعداد اللي كان مسموح بيها كان يعني 90% منها جمهور النادي الاهلي، لم يكن اكثر من 90% كمان. فطبعا جمهور النادي الاهلي بينجح اي بطوله، وتواجد النادي الاهلي في حد ذاته في اي محفل او في اي بطوله اكيد بينجحه بشكل كبير جدا. وانطباعات الفرق الثانيه عن تواجد جمهور النادي الاهلي بالكثافه دي في المدرجات؟ طبعا انطباعاتهم ان هم يعني عارفين حجم وشعبيه النادي الاهلي، منبهرين جدا بان هو ان النادي الاهلي بيلعب في بلد مش بلده، لكن في نفس الوقت جمهوره هو اللي موجود بالاعداد الكثيفه دي وبالهتافات الكثيره والجميله دي، فطبعا ده شيء يعني خلاهم انبهروا بشكل كبير جدا، وكان واضح حتى على كل اللاعبين اللي كانوا بجوارنا في المدرجات بالتحديد لاعبي بالميرس بعد انتهاء مباراه المركز الثالث والرابع وبعد هزيمتهم امام النادي الاهلي، كان واضح انبهارهم، هم بيتابعوا جمهور النادي الاهلي حتى في اثناء مباراه البايرن، هم عمالين بيشجعوا بيهتفوا بهتافات النادي الاهلي، فده كان شيء يعني يضعف للفخر في الحقيقه المؤازره الكبيره من جماهير النادي الاهلي. الحمد لله لعيبه النادي الاهلي كمان ما خيبوش ظن الجمهور ده، روحوا مبسوط بالميداليه البرونزيه، الناس مبسوطين جدا ودايما عمالين، يعني حتى اللي بنقابلهم يعني عن طريق عن بعد في الحقيقه، عشان احنا طبعا احنا حتى واحنا متواجدين في الاستاد احنا في فقاعه طبيه لينا حدود معينه ما ينفعش نعديها، اللي بنكلمهم عن بعد يعني عمالين بيقولوا للعيبة النادي الاهلي وكده انتوا شرفتونا انتوا فرحتونا، يعني فده لوحده يكفي، ودي حاجه جميله جدا ان انت تروح كل الجماهير دي
فرحانه ومبسوطه ومتشرفه باداء النادي الاهلي. طب هو لو حد مثلا اخترق النهارده الاجراءات الاحترازيه ايه اللي هيحصل؟ هو ده خطا طبعا بس انا بسال ايه اللي هيحصل؟ لا طبعا اكيد بيبقى في عقوبات او في يعني وجهه نظر من او قرارات من اللجنه المنظمه، لكن خليني اكد لك ان اصلا صعب ان حد يخترق. هي احنا موجودين في اماكن محدده يا كابتن ايمن، انت كده كده بيبقى في متابعه عليك وما ينفعش تعدي الاماكن دي لان بيبقى كل المخصص ليك مغلق، يعني انت موجود في دايره ما ينفعش تخرج منها، دايره دايره كبيره طبعا مش محبوس يعني، لكن ما ينفعش تخرج من الدايره دي. احنا حتى قاعدين دلوقتي لغايه دلوقتي في المقصوره الخاصه باستاد المدينه التعليميه مستنيين ميعاد التحرك لمقر الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي. هو من مكان الملعب لمقر الاقامه قد ايه تقريبا؟ حوالي بالظبط 20 دقيقه بالكثير، يعني حوالي 20 دقيقه بالظبط. بنمشي بموكب كده او بنمشي بمجموعه معينه من السيارات، اتوبيس النادي الاهلي والاتوبيس الخاص بالبعثه الاعلاميه، بنوصل مقر الاقامه، ندخل مقر الاقامه ما بنخرجش منه لحد حتى بكره ان شاء الله باذن الله الفريق هيتحرك من مطار الدوحه هنا في تمام الساعه 12 ظهرا بتوقيت المونديال، نوصل الساعه 2 الظهر بتوقيت القاهره، هنخرج من الاوتيل على المطار مباشره، ما فيش اي حته نقدر نروحها او اي حاجه نقدر نعملها، من الفندق للمطار على طول، برضو في داخل الفقاعه اللي هي فقاعه متحركه يعتبر للاماكن المخصصه لبعثه النادي الاهلي بالكامل، سواء كانت في ملاعب التدريبات وملاعب المباريات حتى المطار، هتدخل الطياره وتتوكل على الله باذن الله. هل في احتفالات خاصه النهارده اول ما توصلوا الفندق ولا هتتأجل للمطار بكره؟ عرفني ايه اللي هيحصل بالظبط. والله احنا منتظرين، يعني ممكن نلاقي بعض الاحتفالات اكيد في مقر اقامه النادي الاهلي المخصص ليه، ممكن يكون زي ما حصل مع الاهلي كسب فريق الاتحاد كان في احتفالات من مسؤولي الفندق، عملوا احتفالات او عملوا احتفاليه بسيطه كده للبعثه بالكامل، اكيد النهارده ممكن جدا يكون في احتفاليه من الفندق، ممكن يكون في احتفاليه او زي يعني حفل عشاء للبعثه بالكامل بعد طبعا الانجاز الكبير ده والفوز بالميداليه البرونزيه. طيب بكره بقى ان شاء الله عند الوصول باذن الله للمطار، هل في احتفاليه هتتعمل؟ هل في هيبقى اتوبيس مكشوف واللعيبه هتبقى موجوده فيه؟ بيتم التنسيق لكل هذه الامور على حسب طبعا انت عارف الظروف اللي احنا فيها حاليا طبعا كورونا والاجراءات الاحترازيه وكلام من ده، على حسب المسموح بيه هيتم اتخاذ القرارات واكيد بيتم التنسيق لكل هذه الجزئيات يا كابتن ايمن. البرنامج الفتره اللي جايه طبعا بكره هيبقى اكيد راحه، وهنبتدي من يوم باذن الله من يوم السبت بقى الاستعداد لمباراه المريخ اكيد. هل مستر موسيماني قال البرنامج الفتره الجايه ولا لسه كل ده متاجل؟ لسه مستر بيتسو موسيماني لم يعلن عن البرنامج الخاص بالفريق خلال الفتره اللي جايه، لكن زي ما حضرتك قلت كده بكره خلاص يعتبر راح الفريق، يا دوب هي رحله العوده باذن الله. يوم السبت الفريق ان شاء الله يستأنس تدريباته عشان يستعد بقى للدفاع عن لقبه الافريقي الغالي بدايه من مباراه المريخ، فاكيد هتبقى استعدادات قويه جدا لان ده كمان بعد ما انت حققت الميداليه البرونزيه ده دافع بالنسبه لك قوي جدا ان انت ترجع تاني تشارك في كاس العالم بعد ما شفت الاجواء الجميله دي، وبعد ما الجيل الحالي تحديدا شاف الاجواء الجميله دي، وبعد ما خدوا الميداليه البرونزيه اكيد عندهم طموح كبير جدا، ليه ما ناخدش ميداليه فضيه؟ ليه ما ناخدش كمان ميداليه ذهبيه؟ احنا النادي الاهلي، احنا اكبر فريق في افريقيا. الاهلي باذن الله هيشتغل على كل هذه الامور وهيحاول باذن الله ان هو يحقق طموح النادي الاهلي ويحقق البطوله الوحيده اللي ما حققهاش وهو مشترك فيها، كل البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي حققها. أيوة. كل المباريات على مدار التاريخ الاهلي اشترك فيها، الاهلي فاز بيها فيما عدا كاس العالم للانديه، يبقى ده الحلم بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي، الكل هيسعى ليه، كل اهلاوي هيسعى للحلم ده وهيبتدي العمل عليه باذن الله بدايه من مباراه المريخ وبدايه من العوده كمان للقاهره باذن الله تعالى. باذن الله رب العالمين، باذن الله رب العالمين، شكرا جزيلا للزميل العزيز امير هشام.